حاجات كتيرة عكس بعض، تفاصيل حياتنا كل يوم. لو أنا وأنا وحب يلمس قلبنا وقت اللزوم، أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة. طيب يا جماعة، تعالوا نوقف رغي شوية، ناخد بريك ربع ساعة ونرجع عشان نرغي تاني. اتفضلوا. كده لازم نتعرف على بعض من جديد. سيلين، ورم في الدماغ. أمينة، لوكيميا. اتفضلي. إذا أنتوا تعرفوا بعض من قبل كده ولا إيه؟ من الشغل. فعلاً؟ الشغل. الواحد مش مصدق. شكراً يا عم نعيم. هي جت معاك يا عم نعيم؟ أنت فاكر إن أنت بس اللي تعرف بنات حلوة ولا إيه؟ عفوا يا فندم. حبيبي انت لو كنت شفتني زمان كنت والله. زمان ليه؟ سيبك من زمان. فاكر الحفله بتاعتك؟ انا شفت القمر ده وجبته معايا. يعني طلعت مني مصلحه يوميها. احنا اللي كسبناها يا غلس. غلس، اخبارك ايه يا عقل؟ اخباري خطيره يا سليم، هتسمعها كمان شويه. مستر. ناديه حبيبتي، ناديه خدي كل دي حبيبتي. مش عايزه يا ماما، مش عايزه. عشان خاطري خدي كليها حبيبتي. اسندي قلبك والا هترقدي يا ناديه. ناديه الفتره اللي جايه يا حبيبتي محتاجين نقف على رجلينا. مش مسموح ابدا ان اي حد يرقد. مش عارفه اعمل ايه.
عايزه افهم. ايه اللي عايز تفهميه؟ اللي حصل ده ليه؟ احنا داخلين على ايه يا ماما؟ هموت من القلق، هموت من الخوف. لا 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 يا حبيبتي، لا لا، ابعد الشر عليكي، ابعد الشر عليكي من الموت. ان شاء الله ننسي. عارفه يا ماما، زمان لما كنت بعيا تقولي لي ان شاء الله انا كنتش بفهم، كنت بقول هي مالها تدعي على نفسها كده ليه؟ ما كنتش بفهم قلقك. دلوقتي بس فهمت كنت بتقلقي عليا قد ايه. انت مغالي يا عبيطه. وانت بقى متصوره يعني انك انت هتفهمي حاجه من الكتب دي؟ طب اعمل ايه؟ بصي، انا هجيب الكمبيوتر وهندخل على المرض ده وندور ونشوف وهلاقي المعلومه ان شاء الله اللي احنا عايزينها. اوكي؟ فكيها بقى. أنا قررت أوقف كيمو. إزاي يعني؟ ليه يا هبة؟ أنت نتائجك كانت طالعة كويسة، يعني الحمد لله كان في تجاوب مع حالتك. عايزة توقفيه ليه؟ عشان جسمي مش مستحمل، والنتائج فعلاً التحليل في الأول كانت كويسة بس دلوقتي كله زي الزفت. وأنا أصلاً طول عمري بكره الكيمو من أيام أبويا الله يرحمه، وعمري ما تخيلت إنه لو كان جالي كانسر كنت هرضى أخد كيمو من اللي شفته مع أبويا. بس بقى لما عرفت انه عندي اتخذت على مشمي والدكتور عملي من البحر طحينه وقال لي هما كام جلسه وخلاص، بس بعد ما خلصتهم اكتشفت انه حطيت لي على الاقل 5 جلسات كمان، وبعدها اشعاع واستئصال وعلاج بقى هرمون لمده سنين. طب ما يمكن الوضع كان كده فعلا في الاول، وارد ان هو يكون اتغير. لو الوضع اتغير يا احمد يبقى العلاج اللي كان المفروض يعالج ابويا هو اللي غيره للاسوء. أنا دورت أصلاً على طرق علاج كتير وفي 1000 طريقة وطريقة غير السم ده. أوكي، طيب الدكتور نفسه قال لك إيه عن الكلام ده؟ لا لسه ما قلتلوش، كده كده السايكل الجاي كان لسه عليها شوية. طب حلو جدا، كده في فرصة إننا ممكن نتناقش. لا مش هنتناقش يا أحمد، خلاص. اكتشفت إن واحد من الأدوية اللي كنت باخدها ممكن يجيب لي كانسر في حتة تانية. طب وعلى إيه؟ عشان في أحسن الحالات يعشمني ان انا ابقى كانسر فري لمده 5 سنين، يبقى خلاص انا عارفه ان الطريقه دي مش علاجي. وانا دورت وسالت وعرفت ان في سكك تانية كتير للعلاج، وهاخد اي سكه وكل سكه ما عدا السكه دي بالذات. يعني انت هتاخدي الطريق اللي انت اخترتيه، مش مهم يبقى صح لغيرك، لكن المهم انه يبقى صح ليك انت. بالظبط كده. وانا بقى الصح اللي جوايا يا جماعه بيقول لي انه العلاج ده مش ليا. واحنا في ظهرك يا هبه، مهما قررتي تعملي. اكيد اكيد طبعا، احنا كده كده وراكي وراكي. ما تخافيش معاكي. امينه، طيب انا بقى عندي جديد. أنا زهقت من إني بخبي وبكدب على أبويا. هو لسه مش عارف موضوع الورم. وأنا بصراحة مش عايز أقول له لحد ما يجي اليوم اللي أنا أبقى مضطر أن أقول له فيه. وقبل ما يجي اليوم ده أنا بصراحة عايز أستمتع معاه كل لحظة. يعني مش عايز أشيله همي. أنا أمينة. لحد من أسبوع عيلتي وشغلي كانوا حياتي كلها، لحد ما عرفت بالصدفة إني عندي لوكيميا. رحت أعمل تحاليل عشان فرحي كمان كام شهر، من ساعتها دنيتي اتشقلبت.
أنا هبتدي العلاج بعد بكرة. كل اللي انتي قلتيه يا هبة أنا عارفاه كويس وفهماه، أنا بس ما عنديش اختيار تاني دلوقتي. حاولت بس ما نفعش، وكده كده أنا مش قادرة أبص لقدام قوي في المرحلة دي، مش ملاحقة. أنا قلت لعيلتي وقلت لخطيبي، كنت فاكرة إني لما أقول هرتاح، مرتحتش، لأ حسيت إني بشيل اللي بحبهم همي، شلت همهم فوق همي. أنا قلت لهم هالخبر بس ما قلت لهمش أنا جوايا إيه بالظبط، ما قلت لهمش أنا قد إيه مرعوبة وقد إيه غضبانة. أنا جوايا غضب أنا نفسي مستغربة. أنا نفسي ما يفرقش حد غيري دلوقتي، نفسي يبقى عندي وقت أقرر وأفكر، نفسي ما يقعدوش يخططوا لي ويقرروا لي، نفسي ما يشيلوش همي عشان قلبي موجوع عليهم، بس قلبي كمان موجوع على نفسي. اتفضلي. ميرسي يا شريف. عليا ساره، ما هم كده كده كانوا هيروحوا لي، انا بس مش فاهم انت ليه جيت لحد هنا. معلش، عشان كان عندي طلب عايزه اقوله لك. خير، بس قبل ما اطلب احب افكرك ان الاتفاقات اللي بينا كل اللي مكتوب فيها كان برضاكي. ما تجيش تقولي لي زيد محتاج اكتر عشان انا فاتح بيت تاني وما اقدرش على كده، والضرب في الميت حرام. هو فعلا زياد محتاج اكتر، بس وقت مش فلوس. وقت ايه؟ ما انا ياما زللتلك ان الواد يجي يقضي معايا الويك اند وانت اللي ما رضيتيش، وعملت الحركات البلدي بتاعت ابني ما يروحش يبات عند مرات ابوه، فاكراها هتصحيه من النوم وتقول له قوم سيق المطبخ. سيق المطبخ؟ جرى يا ساره؟ عايزه ايه؟ عايزاني اجي لك في وسط الاسبوع اخرج زياد؟ افصل يا شريف افصل. عايزه اقول جمله مفيده، عايزه اقول انا كنت جايه ليه؟ زياد مش هينفع يقعد في البيت اليومين الجايين، فعايزه يقعد عندك يومين ثلاثه بس. هي وصلك انك تتجوزي عرفي؟ عرفي؟ ايوه، ما انت ما تقدريش تتجوزي رسمي. تهبل يا شريف؟ لا انت تهبل. يعني انا يوم ما هتجوز من وراك هسرب الواد عندك؟ انت من يوم ما شفتني وانا شايله فستان الفرح وماشيه بيه في الشارع وانت بتولي. طب بص بقى يا ساره، زياد مش هيبات بره البيت ليله واحده، وانا عرفت ان بات بره البيت مش هيحصل كويس. ايه رايك بقى؟ تصدق؟ خليها وكيلك. أنا غلطان. أنا بقول كفاية كده النهاردة، وإن شاء الله نتقابل تاني على خير. سلام يا عم نعيم. سلام شيرين. هكلمك. ماشي. باي. في واحدة زهقانة ولازم تسافر. اشمعنى؟ بحثة بس. أتمنى يعجبك المكان. تهرب؟ هو في كده؟ وده فين ده وبتروح له ازاي؟ ده في مصر، سهل حشيش. انا حجزت لك انت وجوزك بس، واتفقت مع اختك هتاخد العيال، انت بس اختاري الفتره. سليم، انا بجد مش عارفه اقول لك ايه. لا ما تقوليش حاجه، انت بس طيري انت وجوزك. ماشي؟ امينه، أنا عايز أتكلم معاكي شوية لو ينفع. آه، أنا كده كده لازم أستنى عمر عشان هيعدي عليا. أنا ممكن أوصلك ونتكلم في العربية لو عايزة. مش عارف. يلا بينا. يلا بينا؟ ده أنا عايز ألم من وراك الهباب اللي قلتيه، جايز الست ما ترجعش تاني. حلو قوي يا حبيبي، أحب أشوفك وأنت بتلم من ورايا، يلا بينا. ماشي، طيب يلا بينا. طيب هبعت مسج لعمر بس. ماشي. هبة، انتي مامتك تمام متعاملة مع موضوع وقف العلاج ده؟ أنا أمي بقى شايفة إن الشفا في اللباس الأبيض،
يعني والله زي ما بقولك كده، أمي تصلحوها بتبقى حياتها للعلاج بالطاقة والأحجار. جابت لي بقى شوية كيلوتات بيضة حاجة كده. كلهم سادة؟ سادة كلهم مش مشجرين. اه والله. بس وقيسي بقى على من ده كتير، من ساعة ما بفتح عيني تجيب لي حاجات تتاكل وحاجات تدهن، حاجة غريبة. بس أكيد مستاهلة طالما بتساعد، صح؟ بيني وبينك في الأول كنت بسايرها عشانها هي بس، بس بصراحة في حاجة فرقت، أنا مش عارفة هي إيه، هنكتشف إن شاء الله، بس في حاجة فرقت معايا. ألو؟ إيه يا حبيبي؟ لا ما أنا بعتلك واتساب، أنا مروحة مش في أوبر، لا مع سليم محجوب وهبة، قابلته هناك في الجامعية. عايزة ناكل حاجة بعدين؟ أنا هحكي لك، هحكي لك دلوقتي، أنا قربت أوصل أهو، هطلع وأكلمك، أوكي؟ باي. بس لذيذة مامتك شكلها كده. رهيبة، رايحة منها خالص يا جماعة. عاملة زيي والله العظيم. لا مستحيل زيك، مستحيل. مستحيل، صعب توصل للمرحلة دي. صعب جدا. حتى لوحدك. حاجة لله بيه. يا بيه. حاجة لله. يا بيه. ربنا يخليها لك. يا بيه. طب يا رب تتجوزي. لا حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك، اتجوزها ايه؟ طب حاجه لله، ربنا يسهلك يا عم. حاجه لله يا بابا. خلاص يا سيدي، خلاص بقى، معلش حاجه لله برضو، معلش. لا هو انت مجنونه. لا 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 انا مش مصدقك يا هبه. يا نهارك ابيض، ايه اللي انت يا راجل سرع. الاول هندخل على كلمه بحث، وبعدين نكتب الموضوع اللي احنا عايزينه. لما تيجي بقى المعلومة لو عايزين نحتفظ بيها ندوس على النجمة دي تحفظ. طب استني بس انا لا استني، بتعمل ايه؟ اهلا. مساء الفل. مساء النور يا روح قلبي. انا عمر ما طلعش معاكي ليه؟ انا ما كنتش مع عمر. الله، وما كنت مع مين يا قطة؟ كنت مع مين؟ كنت مع ناس زي الفل، هحكي لكم عنهم بكرة. أنا دلوقتي داخلة أنام مش قادرة، خلصانة. صباحي أحلام سعيدة يا نور عين. ميرسي يا زوزو، صباحي على خير يا ماما. وأنتي من أهل الخير يا روح ماما. يا ماما مش ممكن، ايه لازمة الألعام لما يدوش سنوز دو تكملي نوم؟ هو الباص فاتك برضو؟ عز قال ان الباص لسه ماشي. طيب انا اسفة حبيبي، انا اسفة، انا هوصلك دلوقتي، هوصلك. ما اطلع لأمينة. لا ليه؟ انا كده كده يا زياد، ويلا بقى قبل ما الباص يبعد اكتر من كده، انا هكلمهم يستنونا اخر الشارع، طلعش الأمينة ولا أي حاجة. يلا. هو أنتي إيه اللي أنتي لابسة ده؟ إيه؟ ده آخر الشارع، عايز نلبس إيه؟ ما تلبسي زي الناس اللي بتلبس وهي نازلة من بيتها. ما أنا علشان ألبس حاجة أحلى يبقى هضرب المشوار لحد المدرسة، أو أفضل أجري بقى ورا الباص في الشوارع. يلا يا زياد يلا. أنا مش هنزل المدرسة غير لو لبستي أحلى. يعني إيه ألبس حاجة أحلى؟ أنت مش عاجبك منظري؟ آه. إيه في إيه؟ اتفضل يا بابا. ابني مش عاجبه منظري، بس يا حرام مش هيعرف يغيرني. انا ما قلتش حاجه جدو، انا مش هنزل مع ماما بالمنظر ده. خلاص ما دام كبرت وبتقولي اعملي وما تعمليش، اعملي انت اللي عليك، لبس نفسك ونزل نفسك علشان انت خلاص كبرت، وما يتخافش عليك. وانا تعبت تعبت، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شريف، حسبي الله ونعم الوكيل. في ايه بس يا ساره على الصبح؟ وطي حسك يا بنتي، الواد غلبان. بقول لك ايه، ادعي عليه من قلبك وانت لابسه الاسدال كده، وربنا هيستجيب. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شريف، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اشوف فيك يوم. ولا يهمك يا امينه، ياما جت للناس كتير وعدت، انت بس خديها ببساطه واحنا معاكي على طول. ولا يهمك، تحت امرك في اي حاجه. شكرا. مع السلامة. طيب.
روح الم حاجتي. اتفضلي. بنتي مهما كان العفريت اللي بيطلع لك ده يا عفرتك بيطلعي فيا انا فاهمك واستحملك. يعني انا يا بابا كنت منقيه اطلعه في مين؟ هي جت فيه هو، وهو يا حبيبي غلبان. خلاص بقى يا ساره ما تزعليش نفسك، لما يبقى يرجع يا بنتي طيبي خاطره بكلمتين. وبعدين عاوز اقول لك ان ابنك مش اهبل، يعني هو صحيح ما يعرفش النهارده حكايه امينه، لكن بكرة يعرف ويفهم ويجيبها كمان يعرفنا احنا كمان. لا يا بابا دي أمينة، أمينة اللي لما كنت بحتاس كان بيروح لها هي. خايفة عليه يتخض من فكرة إن حد قريب ممكن يروح في لحظة، وخايفة عليه هو نفسه. يا بنتي إيه الأفكار السودة الهباب اللي أنت بتقوليها دي؟ الحاجات دي ممكن يقولها واحد زيي، لأن أنا عجوز خلاص ومرشح إن أروح في 60 داهية. ما تشر عليك يا سليمان، ليه بتقول كده؟ الله، وانت مالك انت يا؟ انا بس بفهمها. تفهمها؟ تقوم تفول على نفسك؟ اوه، انا لو قلت له هيتخض، خايفه لا يخاف ان انا اللي ممكن يجرى لي حاجه. يا بنت انت لسه صغيره. يعني امينه هي اللي كبيره يا بابا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا بنتي بلاش تفكري بالطريقه دي، وابنك عمره ما هيجيله الافكار دي اصلا. ما تسمعيش كلام ابوكي، وابنك لا النهارده ولا بكره ولا بعده يعرف حاجه، ما تلخبطوليش الواد. وانا لو جرالي حاجه زياد هيروح لابوه، وهو لازم يتعود يروح لابوه، لازم. بس هو قال لي طبعا مكانك محفوظ وانت بنت الشركه والكلام ده، بس في النص اللي رمالي كلمه ما عجبتنيش الصراحه. قال لي احنا لازم نجيب حد مكانك لغايه ما ترجعي بالسلامه، وانتي كده كده معانا. يعني ايه؟ مش فاهمة. طب ما يشوفوا حد غيرك مؤقتا لحد ما ترجعي. هنشوف بقى، نخلص فقرة المستشفى وبعد كده نشوف. طيب استنوني. ها ايه ده؟ ايه انتي هتنزلي كده؟ اه ليه؟ اخر خروجة مع خطيبك بمزاج وهتلبسي كده؟ يا شيخة حتى البسي استخسار. بس يخرب بيت الدبش. ايه ماله؟ ما هو حلوه. هو في ايه بصراحه يا مينو؟ يعني اكنك خارجه عادي. اه طب ما انا فعلا خارجه عادي، مش اي حصر. بعدين الصراحه انا مش فايقه اقعد ادور على حاجات على مقاسي. طب ما استني كده اشوف لك حاجه من عندي. خيرك سابق. اه طبعا خيري سابق، انت حاجتي كلها عندك اصلا. اجيب لك حاجه من عندي؟ بس يا شيخ بالنعمه اجيب لك حته كده ترتر بروبرو. كلها رجعت موضه والله. اه طبعا. اه هو انت اخر مره اشتريتي فيها لبس خروج كانت امتى يا ساره؟ اكيد من ايام الجواز الله يرحمه. الله يكحمه مطرح ما راح. قطعت سيرته توصفيه. ميرسي على التشجيع. على فكره انا داخله على جواز يا ساره. لا انا مش قصدي موضوع الجواز، انا قصدي الوضيع شريف. ايه ماله تاني؟ بعيد غيب الله يخرب بيته، ما بيحسش، بخيل حتى في مشاعره. لا وضيع. بس انا بقى دعيت عليه دعاء والشاء السميع العليم اللي انا داعي عليه، وانا لابسه الازدال يعني مستجابه مستجابه خلصانه.
والله ربنا هيزعله قوي. ايه ده وريني البتاع ده. بس 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 والراجل بقى خد في وشه وجري. لا انا مت من الضحك، دي مجنونه خالص. موتتني. طب انا عليك. ايه ده ده اهي على السيره. لا على فكره عمرك طويل يا حبيبتي ما تقلقيش. بتكلم عليكي لسه مع عمر. اه خطيبي. بنتعشى في بيرد كيج. عايزين نعمل ايه اكتر من كده يعني؟ بس يا بنتي. حاضر حبست. قوي حبست قوي. حاضر. ماشي. يلا باي باي. لذيذة جدا البت دي. مش قادرة أصدق يا بابا، مش قادرة أصدق. بدل ما أعمل لها شنطة سفر تروح شهر عسل تنبسط تبتدي حياة جديدة، بعمل لها شنطة تروح المستشفى بتقطع يا بابا. أنا كمان يا حبيبتي، أنا كمان قلبي بيتقطع عليكي وعليها. بس أمينة فيها اللي مكفيها، إحنا اتفقنا إن إحنا نخفف عنها، ما نشيلهاش هم فوق همها. عندك حق، عندك حق. أنا لازم أقف زي ما طول عمري واقفة. بس لو كان أبوها عايش مش كان شال عني شوية؟ أبوها الله يرحمه عمها زي أبوها بالظبط. والراجل من يوم حصل اللي حصل ما قصرش في حاجة أبدا، وقف جنبها وسندها. الحمد لله، الحمد لله، على الأقل مش هيجرب فيها. صح، احنا قرينا إن العلاج بيجيب نتيجة، مش كده يا ماما؟ أيوة حبيبتي بيجيب نتيجة. أيوة أيوة، أنا عندي عشم كبير أوي في ربنا، حاسه انه هيعيش فيها ان شاء الله وانها هتبقى كويسه. بس انا عايزاك انت كمان تبقى كويسه يا حبيبتي. بس بس يا حبيبتي بس. على فكره انا طلبت من انكل عادل سكادجول بكل مواعيد الجلسات بعد الشهر الاولاني عشان نبقى عارفين بس ونعرف نظبط ميعاد الفرح والهاني مون وكده. ولو ما تعبتش قوي ممكن نسيب المواعيد اللي حاجزينها اصلا. على فكره كل المواعيد اللي احنا خدناها ممكن تتغير عادي، كلها حجوزات اوتيلات وتذاكر طيران وتتغير في اي وقت. بس انا كان نفسي ابقى كويسه في الفرح. انت عندك حق، المفروض ناجل كتب الكتاب ويبقى مع الفرح على طول وخلاص بقى. ممكن ما تلاقيش، كل حاجه هتحصل وتتظبط زي ما انت عايزاها بالظبط. مش تاكلي؟ مش قادرة أوي، بس هنقنق معاك متقلقش. قاعدة لوحدك ليه؟ مستنية أمينة يا حبيبتي. خفت أدخل السرير، أحسن أنام. تتفرج على إيه؟ صوركوا انتوا صغيرين. وحشتوني. بس يا ماما مش هينفع جو الحسرة ده خالص حوالين أمينة. هتبقى كويسة، ربنا مش هيكسبني. تعالي تعالي. تعملوا ايه؟ ماما بتتفرج على ألبوم صورنا واحنا صغيرين وشكلنا عار. حسني ملفظك مش كده. يا نهار ابيض، ده في شويه صور عايزه الحرق، خاصه بتوع اعدادي دول.
صراحة يا مايلو كان شكلك كارثة. صراحة دي الحقيقة. أنا كان عندي بنطلونات ستريتش يا جماعة كل الألوان، فاكراهم؟ ماما كانت عاملة لي تسريحة الأسد. كانت الموضة أياميها كده. بعدين شكلكوا كان حلو قوي على فكرة.